سبحانه وتعالى لا يفرج الله همك ويقضي حاجتك حتى اللي ما تذكره، لانه هو اللي يعلم بحاجتك. اي بالله. صبحك الله بالخير يا ابو نايف. من غاب جاب زي ما قال ابو صالح. والله جاب الرجال ويجيب من قبل ودائما هو وافي. قصيده ابياتك اللي قلتها في الحفر ويستاهلون، وجاريتك ببيتين امس طلبها مقدمنا العزيز ابو ثامر ما شاء الله، وصورها وارسلها، يستاهلون الحفر. وانت كنت بادرة خير في البيتين ذي. الكسرة هذه مدري كيف جبت الكسرة وانت ما انت بجداوي ولا مديني ولا شيء. بالله الكسرات هذه لك فيها؟ لا والله بس جابها الله. تجربة. يانا اللي معاه حكاية. تفضل الله يحييك. لا ممتازة الكسرة. يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على محمد. صبحكم الله بالخير، صباح النور والسرور والرضا من رب الغفور. تسلم. حياكم الله والمشاهدين وبياكم وأسعدكم وهناكم وجعل الجنة مأواكم ومواكم. ما شاء الله. آمين آمين. صباح جميل ويوم جميل في مكان جميل ما شاء الله، مع وجهه جميلة. تسلم. ما خلت شيء ما شاء الله. اي والله تبارك الله. فلا شك الكلام اللي تكلموا فيه جميل، بالرزق وطلب الرزق وأقدار الله عز وجل. والله مهما يتكلم الإنسان قصص كثيرة وقصص، ولا بد الإنسان يكون عنده يقين على الله سبحانه وتعالى. سبحانه. أن تعمل الأسباب، والله هو اللي يقدر الأسباب. يا سلام. يا سلام. إيه نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أي والله. العبد بين مسير ومخير. صحيح. مسير في أعمال الأقدار التي قدر الله عز وجل، ومخير في العبادات وفي وهديناه النجدين، هداه الله طريق الخير وطريق الشر. فلذلك لابد المؤمن والمسلم يكون عنده يقين على الله عز وجل. حقيقة لا إله إلا الله، لما الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله قسمين حققها. نعم. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله. سبحانه. إلا الله إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يعرف أنه الله عز وجل خلقه من العدم، هو قادر يمده بالنعم؟ هلا هو قادر سبحانه وتعالى؟ لا قادر. الذي خلقك من لا شيء قادر يجيب لك من لا شيء سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يريد الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب، ترك الأسباب معصية، والأخذ بالأسباب واجب. أرحبوا. والاعتماد على السبب شرك. فلذلك عمل الأسباب، الإنسان لما يعمل الأسباب الله عز وجل يقدر له. صحيح. لا يجلس الإنسان والله يتكي ويقول لا أبي يجيني رزقي وأنا في البيت وتمنى على الله الأمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المسجد وشاب جالس في المسجد يدعي الله سبحانه وتعالى. قال ليش جالس؟ قال ادعي الله ان الله يرزقني. قال قم فاكتسب فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. الله اكبر. قم فاكتسب فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. صحيح. قم ترزق الله. اي والله. فالانسان يعني لما يعمل الرزق ويتحرك ويوسعوا في مناكبه وكلوا من رزقه. نعم. ف من القصص اللي يعني حقيقة هم طرى علي أبو حاتم قصة الصقر، أحد الأخوة يذكر لي قصة الرفيج لهم، يقول راحوا قنوس على الساحل من جهة رابغ ومن جهة المناطق ذي، يقولوا معنا رفيجنا، يقول حنا ندور الطيور وندور الصيد. يقولوا معنا رفيجنا، يقول قلنا له أنت خلك هنا وسو غدانا وحنا بنروح نرجع لك. يقول هو قال أنا أبرقد وشوي أقوم أسوي غداكم. قلنا زين. هارقد أجل وكم من نومك وشوي سو غدانا والساعة 11 حنا بنجيك بنرجع لك. بنرجع لك. يقول أنا إحداثيات الموقع ثبتناها مشينا وخلناها ما عند السيارة، خلناها تحت هاك الشجرة جال وعزبته عنده وأراضي عنده. أي. يقول رحنا يوم جينا الظهر ولا الرجال طار حلا طار. ما شاء الله. يا ولد. وشلون جاك الطرد؟ قال والله من سدن على ظهري. ها؟ من سدن على ظهري وحط الرجل على رجل. أي. وهيجل. لا. يقول مخدت لي والله أنا شب وأنا أسكت. قالوا يجي سبحان الله العظيم لا وقع في الشجرة. قال سبوقه. انشبت تلوت بأشجار. الله أكبر. يجي بيطير ما عاد قدر يطير. الله أكبر. يقول أنا أقوم مثل عمر. يقول هو يقوم مثل عمر، يقول هو يأخذ شماغه على أساس ما مخالبه ما جرحه. أي أما الرجل مسكه
ولا عندهم كرتون حاطين رمي وحطه في الكرتون وصك عليه. قالوا قال هذا على في الكرتون. قالوا انا قاعد نتفحص هو اللي والله في رجله حلقه. اي والحلقه فيها رقم جوال. اي الله اي معناته انه ضايع من راعيه. صحيح. واليا هو الابيض البحري يسمونه البحري. اوه ايه طيب. من اطيبهن. قالوا نص عليه قال لي هو في الامارات. الله اي قال جاي من الامارات. من اي جاي من الامارات قال الطير غاد له الحين 3 شهور. الله 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 شوف الرزق جابه نصلى على الرجال. لا اله الا الله. قال طيري هذا غاد له 3 شهور. قلنا طيرك موجود وعندنا. قال وين انتم؟ قلنا احنا في رابط. قال والله ما ادري لا بنزل في جده بجيكم في جده. اي وقلنا حياك الله. واللي المتعارف بين اهل الطيور اللي مسك طيره من 25 ل 50,000. الله اكبر. اي حقك حق الضمه حق الضمه تضم الطير لان يجيك راعيه وحقه من 25 ل 50. حلو ما شاء الله. ابراهيم يقول احنا طمعتنا بال 25 وال 50. يقول الهم قمنا الرجال جاي نضيف علينا ومن الامارات جاي. قالوا نروح الجده طلع الجده. قالوا يستاجرون لهم الرجال استراحه يضيفوا الرجال فيها يوم نزل في المطار يدق عليهم ويجون يستقبلونه وياخذونه ويجيبونه في الاستراحه. ولياهم حاطين في الاستراحه غداه ويغدون الرجال. يوم غدوه لا هو ما يقدر الحين يسافر بها لازم يوديه للحجر الصحي اللي هو البيطري. أي ياخذ عليه الشهاده الصحيه. أي أي عشان يقدر يطلع في المطار ويوديه. صحيح. يدخل الامارات. صحيح. يقول والحجر الصحي يحتاج له لا من يومين لثلاث ايام. حلو. لازم انه يروح يوديه لهم. قالوا نروح معه ونوديه للحجر الحجر الصحي. قالوا ياخذونه. قالوا لهم بعد يومين ثلاث ايام. قال طول هالثلاث ايام ذي في ضيافتنا. يا سلام. فكنا. كفو. قال الرجال ما تكلم في شيء ولا قال شيء. الله. من ناحيه يعني الماده. الماده ومن ناحيه يقول حنا الرجال ما قصرنا معه. اكرمناه ويستاهل. ضيفنا علينا. صحيح. اي قالوا يوم كمل ثلاث ايام قال لي والله مطلعين شهادته. قالوا خلاص استلموه. قالوا ونحجز له على الامارات. قال جاي يمشي. قال هو يمسكني يمسك اللي قضب ذا الطير اللي قضب القضب الطير. اي قال هو يعطي الشيك 150. يا رب يا سلام. قال هذه لك ولخوياك. ما شاء الله ما قصر ابد. يقول حنا ودنا المطار. يقول استطرف في جنب. ها يقولوا كتب. قال الرجال ذا ترى من كبار اعيان الامارات. يقول اعطيه 150,000. قال والله يجي من الامارات. أي. لين وصل حد السنة. قال هذه لك ولاخوياك. ما شاء الله. ولا قصرتم بيض الله وجهكم في كرامكم وفي كرامتكم وفي علومكم كلها غانمه. وهالحين هذا كرامتكم عندي. اشتهلون كلهم. وانا هذا كرتي لو ابغى جيت الامارات ولا شيء تراي ابد اخوك هناك. ما شاء الله. شوف الرزق سبحان الله كيف الله ساق له وهم يسدن على ظهره. صحيح. فالله عز وجل عنده خزائن كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائن. خزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم. بقدر معلوم. الله عز وجل يقدر لك الإنسان رزقك وأجلك وشقي ولا سعيد. وانت في بطن أمك. وانت في بطن أمك تكتب لك رزقك. لا تخاف على رزقك الإنسان. نصيحة يا أبو نايف. نصيحة للشباب اللي يتقاعسون عن العمل الحر ويقول أنا ما لقيت وظيفة حكومية. أنا ما والارزاق متوفره امامه. والله انا اقول بالنسبه يعني يقدر يخوضها بنفسه. الارزاق يعني الوظيفه من الوظيفه يمكن جزء من اجزاء الرزق. صحيح. لكن في ناس نعرفهم والله كتب لهم الله رزق والان تجار بسبب شغله اشتغلها وابدع فيها. وكل واحد يقدر الان عندك الشباب اذا عنده السياره يعني من 2010 وفوق يقدر يشتغل في التطبيقات الموجوده. صحيح. يقدر يشتغل في تطبيق توصيل. يقدر يشتغل في التطبيقات الموجوده الان توصيل الركاب توصيل. يقدر والله ان اعرف لي واحد يقول والله العظيم اني بان لي بيت منها التطبيق من هالتطبيق ذا. قلت كيف؟ قال انا عسكري في احدى القطاعات الحكوميه راتبي فوق ال20. يقول واطلع الدوام طامل ميداني اطلع الفجر واطلع اوجه الساعه 11 الساعه 11 انزل البدله. يقول اروح اشتغل على التطبيق. يقول لا انا الساعه 10 في الليل. يقول ارجع الحمد لله بخير من الله ما شاء الله. يقول شقتي اللي مستاجرها ادفعها وعيالي مصرفهم جاي. يقول راتبي مانوشه. يا سلام. يقول 5 سنوات. يا سلام. وانا على هالوتيره ما شاء الله تبارك. وبعد 5 سنوات والله اني جاي من حول المليون تقريبا او فوق المليون شوي.
يا سلام. احسب 20,000 لو قلنا 20,000 20,000 في سنه كم؟ حوالي 140 ها 140 140 140,000 في خمسة في خمسة كم؟ 500 و 600 لا لا حول المليون لا تقريبا حول المليون حول المليون عندك 100,000 في خمسة 500,000 وعندك 20 في خمسة 40 40 700 هذه 700,000 وذيك الأيام البيوت ما هي بزي الحين كانت البيوت ملحوقة يقول أخذ لي بيت على سلفيته يقول الآن أنا بخير ونعمة وما زال الآن ما تركها والسبب التطبيقات أسباب التطبيقات فلذلك الشاب يقدر يشتغل كان جارنا شاب ما معه إلا كفاءة وكان مع أخواني ومع جايب وأخواني توظف مراحم وهو راح يشتغل في شركة يشتغل مراسل أحيانا أنت تشوف وظائف يعني بسيطة ولكن مع الوقت تترقى صحيح يقول فالشركة كلها ما فيها عرب أنا الوحيد اللي فيها سعودي يقول لهم يقول لعل جاء ذاك اليوم زيارة صاحب الشركة من جدة قال يوم انه جاء وصبيت له القهوة بما اني مراسل قالوا يقول فرحت به وصبيت له القهوة يقول شاف كلامي زين قال انت موظف هنا قلت الله لا طال عمرك انا مراسل هنا كم راتب قلت راتبي 2500 ريال لا اله الا الله قال قليلة يقوله قليلة ايش رايك يا ولدي ابي اطورك قال يلا قلت والله يا عم انا من يدك ليدك اي والله ما شاء الله مستعد اي والله من يدك ليدك قال طيب انا ابى اجيبك في جده وتدرس لغه انجليزيه وتدرس حاسبالي على حساب الشركه يا سلام ما شاء الله كلام جميل إيه يقول قلت بيض الله وجهك طال عمرك عاد الولد هذا سبحان الله العظيم عنده يعني طموح عنده طموح وعنده والدته في البيت وعنده نعرف احنا ظروفهم يعني صعبتي شوي أي. لكن الله عز وجل يسوق الارزاق يقول فالرجل نفسه لا هو اللي علمني بنفسه يوم عاد الله وفقه يقول رحت الجدة وأخذت حاسبالي وأخذت لغة إنجليزية يقول بعد ما تخرجت يقول جيته يقول لما جيته قال وأسلم عليه وأعطيه الشهادة الحاسبالي يقول قال لي مبروك الله يوفقك ولدي وهالحينة نبنحطك في الإدارة شو اسمها الشؤون الإدارية هو يسمونها أي لها اسم طبعا الموارد البشرية الموارد البشرية قال بنحطك موظف فيها بس شد لي حيلك ولا ما ابغى اي عمل الا تدخل نفسك فيه عشان تفهم العمل لاني بعدين ابى اطورك انا ابوك اكثر صحيح قال واشتغل في الموارد البشريه قال رئيسي هندي والمساعد حقه كذلك غير عربي اي قال وابدا اشتغل وابدا اشتغل قال والله اني اجلس قال طبعا انا في جده الحين ماني في الرياض عند اهلي قال والله اني اجلس من الصباح لين يمس الليل وانا واشتغل فوق طاقتي قال يطلعون من العمل كلهم قال يجيني احد الموظفين يقول له يا ولد لا تتعب نفسك سلام ورحمه الله وبركاته يقول يجي احد الموظفين يقول لا تتعب نفسك قلت لا والله بتعب نفسي لاجل الرجل هذا وتقدير اللي يقول انا شايفه معروفه علي اي شك اي والله يقول راتبي ارتفع الى 4000 من 2500 الى 4000 يقول المهم واصل في عملي انا اخذت له ناديني يقول بعد ما فهمت العمل وكل شيء قال بحطك مساعد مدير الشؤون مساعد مدير الموارد البشريه يا سلام اي من هو مدير الموارد البشريه الهندي هذا وانا مساعده قال انا الحين فهمت العمل فهم كامل لي الحين ما يقرب من سنتين وانا فقال وحطني مدير الموارد البشريه براتب 9000 ريال طيب قال من 2500 إلى 9000 ريال قال واشتغل عنده قال واجلس 3 سنوات وأنا مساعد مدير قالوا بعدها يطور جعلني مدير الموارد البشرية براتب 15,000 وسيارة وسكن قال واجيب أمي وإخواني شايف عندي قال الحمد لله أنا الحين بخير نعم فضل الله عجل من العقبة 2005 إلى الحين إلى 15 وهذه اللي تيجي تيث يا أخوان بيض الله وجهك معلش أبو حاتم الجد والنشاط هذا هو فالشباب الآن لا ينظر أنه بيجيه والله طوالي رزقه وش مرة وحدة لا تدريجيا اللي يقول اندرج درجه على
على الله فرج. على الله الفرج. نعم. يا الله وجهك أنت أبو حاتم على هذه القصص الجميلة. لكن قبل ما نقوم هناك نصب عليك أبو محمد حياك الله. يا هلا والله. الله يحييك. حيا والله. ما أنت بالمسفوه طال عمرك. يا هلا والله. وأنت رأسنا طال عمرك الله يحييك. أستاذ الله في عمرك. صبح على قدام نقوم للفطور وتفضل الله يحييك. الله يصبحكم بالخير. ولا قصص زي كذا. إيه يصبحكم بالخير ويصبح المشاهدين. هلا. هلا بعد.